السلام عليكم، عبد الرحمن من مدينة قنفرة. واحد المسؤول ديال مالين الضو جا حفر لكاب حدايا بدون رخصة وبدون تصفيف، ومن بعد فاش مشيت للبلدية والوكالة والقيادة الله يجزيهم بخير وخرجوا ولقاو فعلا الهضرة ديالي صحيحة وحبسوه، ومن بعد لكاب قالوا لي سير تهدم لكاب، ما هدموش، جا تيغطي بالشراجم بحال راه مهدوم، بحال ما بقاش لكاب، وكاع هذاك لكاب داز بالسواري مستعملين ديال المونينتو الحديد، والحديد فايت مستعمل بيدو غادي يخلق ليا ضرر من بعد، غادي يخلق ليا ضرر، حيت الحديد إلا كان مستعمل ديما فيه المشاكل ديال الصدى. الله يجزيكم بخير، هاد الحي كامل ما فيش لكاب، كامل ما فيش لكاب. وتنطلب من المسؤولين شي لجنه تكون مشتركه تجي تطالع على هذا المشكل اللي خالق دابا القانون في هاد الساعه مازال وكامل بالحديد ديال مونينطو تكرفس عليا، وما بقاش التصفيف، التصفيف ما كاينش، ورا كلشي معروف وكلشي باين. عاش الملك، عاش الملك.